أي حد حيران وحاسس إن الشيطان بيوقعه في غلطات كتيرة عشان يفك الحيرة دي ويتحرر من أسر الشيطان محتاج يفهم الشيطان الأول. الشيطان عنده سلاحين والعياذ بالله، عنده سلاحين مشهورين جدا ذكروا في القرآن كتير، كأن ربنا شرح لنا الموضوع كتير عشان نفهم ونمسك المفاتيح. السلاح الأول اسمه التخويف من الحق، ماشي في طريق صح يخوفك، مش هتفلح طول ما أنت ماشي بالطريقة دي. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. السلاح الثاني تضخيم الغلط اللي اسمه التزيين، قدامك حاجة غلط يحليها في عينيك أوي، لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. والشيطان عنده طريقة كده يدخلك في حلزونة أفكار يسموها المتخصصين السبايرل، يجيلك الفكرة السلبية ويسيبك تروح لآخرها فتبقى مرعوب. ضرب لك مثال، هزارة سخيفة اتقالت من حد، زوجة زوج أب أم أيا كان، يعني ممكن تعدي وتفوتها، يقوم الشيطان جايب لك كل الناس المهزأة اللي سكتت على حقها، والنهاردة هزر هزارة سخيفة بكرة شتمني قدام الناس، فالموضوع يكبر وتخش في الحلزونة دي تبقى عايز ترد، يخوفك مع أنك أنت كنت هتعفو وتعدي، و99% من المشاكل اللي ما بيننا كنا ممكن نعديها. واحد اتقدم له مال حرام وهيمد ايده قال لا استغفر الله ما كلش الا بالحلال، يجيب لك كل الافكار بتاعه المستقبل والعيال اللي هتعيا والمدارس اللي هتغلى وندمك على لحظه زي دي، وكنت ممكن تتوب ورحمه ربنا واسعه. فاكر اخوات سيدنا يوسف؟ اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا يخلو لكم وجه ابيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. الا يحصل يعني ربنا غفور رحيم يعني، وبعدين هنعيش بقى في عز ابونا بعد كده. عشان كده سيدنا يوسف في اخر الحياه لما ورفع ابويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا ابتي هذا تاويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حق، قد احسن بي اذ اخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد ان نزغ الشيطان بيني وبين اخوتي. كانت نزغه شيطان عملت كارثه عشت سنوات طويله جدا. فلما تفهم ان الشيطان لما تبقى ماشي في الطريق الصح هيخوفك، مش هتفلح، مش هتتجوزي او اتحجبتي، ولما يكون في حاجه غلط هيزينها لك قوي فيضخمها قوي قوي عشان تبقى منجذب ليها بشهوتك. افهم ان ده الشيطان، لو مسكت المفتاحين دول مش هتمشي معاه في سكه الافكار اللي عماله تصعد بيك، سواء الخوف من الحق او تزيين الباطل. هقولك على حاجتين لو عملتهم تقفل اغلب ابواب الشيطان. رقم واحد، ما تاخدش اي قرار وانت غضبان. الصالحين يقولوا إذا غضب ابن آدم لعب به الشيطان كما يلعب الصبية بالكرة. أول ما تلاقي نفسك متعصب عايز تاخد رد فعل اهدى، في شيطان قوي عمال يدخلك ها في طريق الغضب ويخوفك لو سمحت ويزين ليك الانتقام. رقم اتنين، في ميزة كبيرة جدا في شريعتنا خسارة نحرم نفسنا منها. الشيطان تأثيره غيبي والحائط الصد اللي ضده برضه حاجة قوة غيبية، قوة الذكر. وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ساب في السنة أذكار اسمها أذكار الحال تخليك لابس درع ضد أي فكرة سلبية من الشيطان، ولو جت ما تأثرش عليك. أنت خارج الصبح من البيت بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، فيقال هديت وكفيت ووقيت وتنحى عنك الشيطان. ما أنت عايز الشيطان يبعد عنك وأنت رايح تطلب رزقك ولا رايح مشوار فيه مصلحة، وانت داخل البيت قول بسم الله بس. الشيطان يقول للشياطين اللي معاه لا مبيت لكم اليوم ولا عشاء، ما يعرفش يخش البيت. انا مصدق سيدنا النبي والحديث ده في صحيح مسلم، والشيطان اللي احنا مش شايفينه مصدقين بيه ومصدقين باثر الذكر الغيبي برضه لما بنشوفوش وهو بيحارب الشيطان، زي ما ربنا قال وسيدنا النبي قال. ربنا قال واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. فذكر الخروج وذكر الدخول ودايما باستمرار في اذكار الصباح والمساء، ولو كنت نايم في وقت الفجر وصحيت الصبح قول اذكار الصباح برضه تنساش، واذكار المساء بعد العصر او بعد المغرب. اعوذ بكلمات الله التامه من كل شيطان وهامه ومن كل عين لامه. الشيطان معروف، الهامه اي شيء بيهم انه يؤذيك، والعين اللامه اللي بتبص لك نظره تلام عليها، نظره مش حلوه فيها حسد. فانت قول الكلام ده باستمرار، ده كلام النبي عليه الصلاه والسلام وكان مواظب عليه. وفي أذكار المساء الشيء الأخير، كان الشيخ وإحنا معاه يقول لنا عندكم ورد يومي أعوذ بالله 100 مرة على السبحة 100، أعوذ بالله أعوذ بالله، يعني أدخل في حصن الله من نفسي ومن شر الشيطان
بس خلي عندك 100 استعاذة في اليوم وجرب الذكر ده هيقويك ازاي. واتمنى النهاردة الخلاصة اللي اديتها لكم تريح بال كل حائر في علاقته بالشيطان وازاي يتحرر من سيطرة هذا المخلوق الضعيف إذا استعنت عليه برب العالمين.